اللي فاتوا تابعنا الإعصار المدمر دانيال اللي ضرب السواحل الليبية. بالتأكيد بنتوجه لكل أهالينا هناك بكل أو خالص العزاء، أعداد كبيرة ممكن لغاية دلوقتي ما فيش أعداد يعني حصرية أو يعني أرقام مؤكدة، لكن في كلها بتشير إلى أرقام كبيرة جدا، سواء كان بقى في يعني اللي ربنا يرحمهم طبعا الشهداء أو المصابين المفقودين في أعداد كبيرة. فطبعا مصاب جلل، وبالتأكيد دايما مصر بتكون بجانب أشقائها في كل الأزمات، مش بنتكلم فقط طبعا عن ليبيا، لكن كل الأزمات اللي عدت في العديد من الدول العربية على مدى الزمان دايما مصر كانت بتكون في جانب أشقائها، أو سواء حتى الدول الشقيقة أو الصديقة. هنرجع لكورونا وغيرها، الحقيقة مش من مجال الذكر حاليا، لكن بالتأكيد مصر كانت بجانب شقيقتها ليبيا في هذا الحدث والمصاب الجلل، وتنفيذا بالتأكيد لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد العام الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف أثار الإعصار المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية ومتجهة بالتأكيد إلى دولة ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية اللي بتشمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، كمان بالإضافة إلى أعداد كبيرة جدا من الخيام وأطقم البحث والإنقاذ وعربة إنقاذ ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر. وطبعا ده للمساهمة في أعمال البحث اللي هي جارية حتى الآن والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر اللي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية. كمان هذه المساعدات بالتأكيد تأتي لتؤكد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين، فدايما بنأكد أن مصر دائما تكون في جانب العديد من الدول في كل المصاب أو كل الحوادث، ربنا ما يكتب يا رب علينا أبدا، ودايما يديم عز مصر ودايما نكون بجانب أشقائها. مرة تانية بنتوجه لكل أهالينا في ليبيا خالص العزاء لكل الضحايا، وربنا إن شاء الله يمن بالشفاء على كل المصابين. تعالوا نروح بقى لتطوير المواني المصرية، خطة يعني اتعملت بشكل غاية في الاحترافية. وزارة النقل عملت مشروعات في تطوير المواني المصرية، واحد من أهم هذه المشروعات اللي نفذتها الوزارة كان محطة تحيا مصر متعددة الأغراض. المحطة دي محطة كبيرة بيتم استخدام فيها أحدث الأساليب التكنولوجية. الهدف في النهاية من تطوير المواني بشكل عام والمحطة دي كمان هو أن مصر تتحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات. المحطة بتقدر تستقبل سفن عملاقة بشحنات أكبر من المعتاد أنه المواني تستقبلها في مصر. هتطور كمان من شكل وطريقة العمل داخل المواني المصرية.